سلام يا حبيبي. حضرتك طنط مسامي؟ ايوه يا ابني. معلش بس يا حاجه، عم الحاج في ناس جايبينه وتعبان ومطلوب خالص تحت، زين حقيقي. يا نهار اسوخ، حاضر يا ابني. يلا يا حاجه، الراجل تعبان. يا حبيبي يا حاج، حاضر يا ابني. يلا يا حاجه بسرعه. حاضر. ايه يا حاج؟ ايه يا اخويا اللي عملته في نفسك ده؟ اعمل ايه بس يا هدى؟ اعمل ايه؟ غصب عني وحشتني. وايه اللي بهدلك بالشكل ده؟ كنت عايز اشوفها باي طريقه، اشوفها حتى من بعيد، احضنها من بعيد. وايه اللي خلاك تنزل من قصري وحاجة عشان تتبهدل كده؟ طب كنت تقول لي وانا انزل معاك، انما كده حاج انت ما تستحملش الكلام ده، انت تعبان. لا حول ولا قوة الا بالله. طب انت لو جرالك حاجة دلوقتي انا اعمل ايه؟ ما انت عارف ادينا قاعدين بنونس بعض. ينفع؟ ينفع اللي عملته في نفسك ده؟ رحت قعدت على سور جنينة قدام باب العمارة 10 ساعات، عيني على مدخل العمارة، يمكن تطلع يمكن تنزل أشوفها، لحد ما البواب شك فيا. فهمت بعد كده إنه في شقة في العمارة دي اتسرقت من أسبوع، جه البواب واتنين معاه عاملين زي الضرب من غير ما يسمعوني، وفين يوجعك. لحد ما جم ناس ولا الحلال خلصوني من ايديهم، شربوني شوية مية وجابوني لحد هنا. هي الناس بقت وحشة أوي كده يا هدى، ولا الزمان بقى غير الزمان، ولا انا شكلي قلب على حرامي؟ لا اله الا الله. ما تقلقش ان شاء الله هتبقى كويس، ما تخافش يا اخوي هتبقى كويس ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله.